فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا في هذه الأيام تقام الاحتفالات بالمولد، ويقوم بعض الشباب بالدعوة إلى الله والإنكار عليهم في مكان احتفالهم، فهل هذا العمل جائز؟ إذا كانوا يقبلون فهو جائز بل واجب، أما إذا كانوا ما يقبلون فلا يشاركهم ولا يذهب إليهم، ما يذهب إليهم وهم لا يقبلون ولا يتركون هذا الشيء. أما إذا كانوا يقبلون ويتأثرون أو يرجى أن يكون بعضهم يقبل، يذهب إلى هذا. نعم.